السيره الوطنيه كتشوف معنا في المستشفى الجامعي بن رشد للدار البيضاء، دارت بحالها وقفات وطنيه في نفس اليوم وفي نفس الوقت في الكليات التسع. المطلع عندنا ملف مطلبي واحد اللي قراته التنسيقيه الوطنيه لطلبه الطب المغرب، وهو الرفض الاجمالي والتام والقاطع لادماج طلبه كليه الطب الخاصه في بالمستشفى العمومي، وذلك عبر منعهم وعبر الرفض الكامل ديالنا انهم يدوزوا معنا مباراه الداخليه لانتيغنا. وبالاضافه الى عندنا مجموعه من المطالب الاخرى، هو مشكل السنه السابعه، مشكل النظام الجديد اللي كنعانيو منه وكنعانيو من واحد الضبابيه كبيره سيغتو في تخوازيام سيكل السنه السادسه والسنه السابعه اللي دابا حنا قربنا نوصلوا ليها، باقي لنا عام وباقى الوزاره ما عطاتناش انتي بيداجوجيك، باقي ما عطاتنا والو بالنسبه للسنه السادسه والسنه السابعه، بالاضافه الى المشكل الكبير ديال طنجه واليدير اللي محلوله عندهم كل اللي باقي ما تفتحاتش لهم كليه اللي قراو فيها وما عندهمش ارضيه متاجل تدريب استشفائيه في المستشفى الجامعي ديالهم. حنا اليوم شاركنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه تعبيرا على الرفض ديالنا الثامن مجموعه من القرارات الجائره في حق الطالب الصيدلي والطبيب وطالب الاسنان، حيت كاينه امكانيه اشراك طلبه الكليه الخصوصيه في لو كونكور دانتيرنا، وحنا بيان سور ما جيناش هضرنا الا وعندنا مجموعه من البراهين اللي كتخلينا دائما على حق. مثلا كاينه هو شاسعه بين ظروف تكوين طلبه الصيدله بالعمومي وبالخصوصي. ثانيا عندنا مجموعه من المشاكل الداخليه كغياب قانون داخلي الذي ينظم الحياه الطلابيه مما يفضي الى عشوائيه الى ضبابيه، كيبقى الطالب في واحد القلق دائم، يعني ما كيكونش واحد التحصيل حاصل للمواد المدروسه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.